النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية بعد أيام طويلة من الأجواء الحارة التي عاشتها المملكة، فأصبحنا الآن مقبلون على انخفاض وتغيير كبير في الأحوال الجوية. نستعرض سوية توقعات النماذج العددية الحاسوبية لحركات الكتل الهوائية المسيطرة على المملكة، فكما نلاحظ بمشيئة الله تعالى خلال اعتبارا من يوم الأحد، غدا الأحد، هذه الألوان الحمراء تنم على انخفاض في درجات الحرارة المتوقع ومرتقب، وانسحاب تدريجي للكتلة الهوائية الحارة إلى البعد أو تبتعد عن المملكة. صوب بعض المناطق الجنوبية منها تبقى الأجواء هناك حارة، لكن هناك تيارات هوائية شمالية غربية تندفع باتجاه المملكة، ونراقب في الحقيقة فرص لبعض الأمطار الرعدية على السواحل السورية كنتيجة لهذا التدفق للهواء البارد القادم من جنوبي شرقي القارة الأوروبية. ولكن في ذات الوقت فإن حد هذا الهواء لا يصل إلى أن يجعل الطقس باردا مثلا في مناطق، لأنما تكون درجات حرارة حول معدلاتها. في أمر آخر أيضا نراقب مع اندفاع هذه الرياح الشمالية الغربية أيضا تدفق لسحب دخانية ناتجة عن الحرائق الموجودة في القارة الأوروبية باتجاه أجواء بلاد الشام، وبالتالي قد تظهر بعض السحب العالية باللون الأبيض خلال اليومين القادمين ناتجة عن مسار الرياح الذي يؤدي إلى اندفاع هذه السحب الدخانية باتجاه مناطق بلاد الشام بمشيئة الله تعالى. تبقى هذه الأحوال الجوية مسيطرة على المملكة ومناطق بلاد الشام خلال اليومين القادمين قبل أن تعود درجات حرارة بالارتفاع تدريجيا يوم الثلاثاء بسبب عودة بسيطة وتدريجية لاقتراب الكتل الهوائية الحارة من المملكة بمشيئة الله تعالى. توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة، إذن غدا هناك انخفاض يوصف بأنه ملموس وكبير جدا على درجات الحرارة، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية بعدما كانت تسجل أعلى من 35 و36 درجة مئوية في أيام عديدة. تبقى كذلك أمر يوم الاثنين وترتفع قليلا يوم الثلاثاء تصبح 33 درجة مئوية. كما يتوقع أن تتحسن الأجواء بشكل لافت خاصة ليلة الأحد على الاثنين، وتصبح الأجواء أفضل في ساعات الليل بعدما أيضا كانت الأجواء في ساعات الليل ذات درجات حرارة أعلى مما هو معتاد. هذه الليلة الأجواء تكون بوجه عام في بدايات الليل أجواء مائلة أو أكثر دفئا مما هو معتاد عليه في ساعات الليل، ولكن في ساعات ما بعد منتصف الليل يتوقع أن يطرأ انخفاض متسارع على درجات الحرارة وازدياد في سرعة الرياح وارتفاع أيضا في نسب الرطوبة. كما لا يستبعد في ساعات صباح يوم الأحد أن تظهر بعض السحب والغيوم بمشيئة الله تعالى المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية. الصغرى هذه الليلة في العاصمة انطابت إلى 23 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الأحد في مدن ومحافظات المملكة. والصغرى ليلة الأحد على الاثنين نبدأها شمالا من إربد 32 إلى 24، في جرش 34 إلى 24، وفي عجلون من 31 إلى 22، وفي المفرق من 34 إلى 23 درجة مئوية. في العاصمة غدا 31 إلى 22 تبقى الأجواء حارة جدا في البحر الميت 44 في ساعة النهار والصغرى 31، مادبة 32 إلى 22، وفي صلت 31 إلى 23، وفي أزرقاء من 34 إلى 24 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية في الكرك والطفيلة 32 إلى 23، في معان 35 إلى 23، وتكون في الشراء من 31 إلى 21، في العقبة ترتفع إلى 41 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 30 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الشرقية تكون في الصفاوي 38 إلى 21 مع أيضا رياح نشطة غدا وأجواء مغبرة، في الأزرق 38 إلى 22 وأيضا أجواء مغبرة ورياح قوية، في الرويشة 38 إلى 23 درجة مئوية. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية التي تتوقع أن تسود في المملكة، أهمها الانتباه أثناء المسير على الطرق الصحراوية الخارجية خاصة الشرقية منها بسبب نشاط في سرعة الرياح الكبير مرتقب في ساعات ما بعد الظهر يوم الأحد والغبار الناجم عن ذلك الذي قد يؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. أيضا ندعو الجميع في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إلى الانتباه أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق تقصي العرب. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع
أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.